ايوه يا سيدي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ فهم احمد سيد؟ انت والله ناس طيعين يعني، ما شاء الله ومحترمين، انتوا ناس افاضل. انا العمليه طبعا اختياري، عمليه اختياري يعني، احنا مش بدوك ذو ان تسجيل وكده كده هتلاقيها ايه. طيبين اخوانا، ورمضان كريم، بالتوفيق ان شاء الله. دائما التسجيل ان شاء الله هيبقى ايه، هيبقى نفس التوقيت ده، 9 يوم السبت، لمن يريد يحضر معنا التسجيل انا وسعدي. اللي مش عايز يحضره هيلاقيه موجود على المنصة في اي وقت يدخل عليه. ماشي يا عم السيد يا فهم، العملية اختيارية، وأعلم أنه في الوقت ده تقريبا في محاضرة للدكتور يسري كما خبر بها أحد زملائكم، وأنتم بخير فمش مشكلة. أخذنا موضوع المستحدثات يا جماعة ولا لا؟ يا فام عهدي وأحمد سيد، أخذنا الموضوع ده، أخذناهوش متهيألي. المستحدثات تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، ما تقولش تبع خدناه في الترم الأول في الكفايات، مستحدثات الكفايات، لا دي حاجة تانية. يعني على المستحدثات لمين؟ لمين؟ ركز معايا، لذوي الاحتياجات الخاصة، مش المستحدثات ككفايات أو يعني جزء من الكفايات، لا دي حاجة تانية. أعتقد الموضوع جدا أنا عشان في محاضرة بسجل هنا. يعني؟ لا ثانية واحدة بس، عايز مشترك. مشترك إيه؟ مشترك كهرباء. إيه مشترك كهرباء؟ المفروض الجديد. أنا عايز بس هرتب هناك عشان أنا هخلي الخط ده اللي أنت دفعته خاص على هنا مباشرة. والتاني هيفضل من الناحية التانية. غريب ده. إجابة؟ هتبقى كلمة تعالى تفصل من الناس. أنا أشتغل بيه وهات وهون. ما أنا هسيبه شغال لحد ما أجيب مشترك عادي. ماشي، في مشترك هناك في الروضة بتاعت عند التلفزيون. ماشي يا جماعة. الروضة بتاعت التلفزيون واصل هذه المستحدثات دي غير اللي خدناها في الترم الاول يا جماعه، دوك تابع كان موضوع الكفايات، الكفايات المستحدثات والكفايات دي حاجه ثانيه، قلت لكم ركزوا عليها وفعلا جات منها اسئله كثيره. هم لا تعرف الموضوع جديد ولا من الاهداف، تعرف يعني ايه مفهوم المستحدثات، لمين، للفئات الخاصه. عندنا هنا 3 حاجات، فئات خاصه، تكنولوجيا التعليم، مستحدثات تكنولوجيا التعليم، نركز عليها تمام يا فهم. عندنا تكنولوجيا تعليم، مستحدثات تكنولوجيا التعليم، عندنا الفئات الخاصه او ذوي الاحتياجات الخاصه، التعلم الالكتروني، You are currently the only person in this conference.
معلش يا جماعة، أنا آسف، كده السرعة كل انفصال النت يعني. ماشي يا أحمد، شكرا. انضافت دلوقتي لينا إسراء ومين وغادة. يا جماعة الحضور هنا اختياري، والله اختياري، أنا بسجل يعني الكلام ده كله، هتلاقوه مسجل إن شاء الله. نعمل بس تشكيل تاني، نعمل تسجيل شغال أهو. فاحنا دلوقتي يا جماعة ده غير، ما حدش يقول لي خدناه الترم اللي فات، لا غيره خالص. التاني الكفايات، تبع الكفايات، مستحدثات للكفايات، يعني من أنواع الكفايات المستحدثات. هنا احنا بناخد مستحدثات تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، الموضوع مختلف تماما. لأن المادة ما تنسوش يا جماعة التعلم الإلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة، فاحنا مركزين يعني، ما تخافوش اطمئنوا. احنا مركزين بنجيب لكم حسب المادة المقررة بتاعتكم وحسب محتوى هذه المادة، ما بنخرجش عن بره نص، أو نخرجش مش بناخد يعني نص. إيه المستحدثات؟ وهندي أمثلة ليها، ومنها التعليم الإلكتروني. ما تقوليش خدناها، لا برضه هيبقى حاجة تاني. التعليم الإلكتروني بس هنا الشرائح هنا هجيبها تاني من الأول، معلش عشان لما النت فصل شوية فإحنا إيه نحملها تاني. بسم الله، مشكلة، نحملها مرة تانية. وادي يا سيدي الفصل الثالث، خليكم اللي بالكم الفصل الثالث اهو، احنا في الفصل الثالث يا جماعة. نقول ارفع هذا الفصل للطلاب الأعزاء، خلاص كده هي أظن ترفع. وبرضه من ضمن الأهداف المتوخاة يعني إيه التعليم الإلكتروني، خصائصه، أشكاله وأنماطه. معايا حضراتكم؟ طيب تحمل من جديد، مش مشكلة. أشكاله وأنماطه، أنواعه، فوائده. معايا حضراتكم؟ فوائد الكمبيوتر للتربية الخاصة، الفئات الخاصة، إيه فوائده؟ فوائد لا تعد ولا تحصى، تطبيقاته في التربية الخاصة، وبعدين إيه المستحدثات التكنولوجية لكل فئة، للمعاقين بصريا، للمعاقين سمعيا، للمعاقين فكريا. معايا حضراتكم؟ يا رب تكونوا مركزين. دي تقريبا كلها الايه الحاجات اللي احنا هندرسها ان شاء الله. اهلا يا اسراء. ايه الاجهزه اللي مطلوبه؟ ايه البرمجيات؟ يعني ايه الهاردوير وايه السوفت وير للفئات الخاصه؟ وهكذا وهكذا. اولا عليها مستحدثات، كل منتج جديد في مجال تكنولوجيا التعليم، كده باختصار شديد. أهلين يا حاجة إسراء، أهلين. كل منتج جديد يا جماعة، الحضور هنا مش إجباري، أنا اختياري بس، أنا إيه اللي يحب يحضر معانا. وكويس برضه ناخد منكم فيدباك، تغذية رجع، ونشوف يعني الدنيا ماشية إزاي. كل منتج جديد يجي على شكل نظام متكامل كلي أو جزئي، نظام متكامل كلي أو جزء أو جزئي، أو نظام متكامل أو فرع للنظام، ماشي، يؤدي إلى تحقيق أهداف معينة. ثاني، ده المستحدث، أي مستحدث تكنولوجي، منتج جديد يجي على شكل نظام أو جزء من نظام عشان يحقق سلوكيات معينة. بس بعد بيقول لك حلول إبداعية مبتكرة، حل إبداعي لمشكلات التعليم. يعني ممكن حل إبداعي للفئات الخاصة، نعم حل إبداعي للفئات الخاصة، يزيد من فعالية التعليم، يناسب طبيعة العصر، يخفض كلفة التعليم. والله أي مستحدث تكنولوجي يعمل الثلاث حاجات دول، يقدم حلول إبداعية، يقلل التكلفة، يبقى فعال. لا يا إسراء، فعال يبقى هو ده عبارة عن مستحدث، يبقى فكر أو منتج جديد، نظام متكامل أو جزء من نظام، حلول إبداعية ومبتكرة لمشكلات التعليم، تعمل تخفيض التكلفة، يزيد من فعالية التعليم، تتناسب مع طبيعة العصر. أي عايز تضم الاثنين مع بعض وتدي تعريف واحد ينفع، منتج وفكر جديد يساعد في الوصول لحل المشكلات، يزيد من فعالية العملية التعليمية، يقلل كلفة التعليم، يبقى هو نظام كامل أو جزء من هذا النظام، يبقى هو ده المستحدث على طول. أنا ضميت الاثنين مع بعض.
وأنتم بألف خير يا إسراء. أمثلة المستحدثات، أي مستحدث يا جماعة زي كتير جدا، يمكن قلنا برضه بعض منها في الترم اللي فات، بس كانت تبع الكفايات ما ننساش. هنا بقى إيه مستحدثات لمين؟ ركزوا علي معايا، مستحدثات لمين؟ مستحدثات لذوي الاحتياجات الخاصة. مين هم؟ اللي هم بتوع التربية الفكرية والمكفوفين والصم والبكم بس كده؟ لا، وممكن كمان يا جماعة الاحتياجات الخاصة من الفائقين، موهوبين، المبدعين، المبتكرين، جماعة الحلوين دول، صفوة المجتمع، خلاصة المجتمع، الأذكياء جدا، العباقرة، المؤلفين، الشعراء والأدباء، مثقفون، صفوة. طه حسين رحمة الله عليه، نجيب محفوظ رحمة الله عليه، وهكذا مثلا رحمة الزويد رحمة الله عليه، دول ذوي احتياجات خاصة بس إيه يعني عالية من الناحية التانية، واخدين بال حضراتكم اللي هو إيه العباقرة والأذكياء جدا والفائقين كده. فدول لهم مستحدثات تكنولوجية، في التكنولوجية تنفع ليهم، مؤتمرات فيديو، مؤتمرات صوتية. والفيديو ده إيه؟ مؤتمر مرئي، يعني فيديو يا اخوان يعني مرئي، فيديو يعني مرئي، فيديو تفاعلي برضه مرئي بس في تفاعل، يسأل ويسألك، هو يسألك وانت تسأله، يجاوبك وانت تجاوبه، ده التفاعل معناه. ففي صور تفاعلية، انت تتفاعل مع الصورة ازاي؟ الصورة يبقى يطلب منك تحدد اسم او عنوان للصورة، يكتب العنوان، ده التفاعل يا جماعة. يقول لك والله عنوانك اللي انت مقترحه صح ولا غلط، أو ممكن يتعدل، ده التفاعل. في كتاب تفاعلي، في فيديو تفاعلي، مؤتمر تفاعلي، يعني لا رايح جاي مش من ناحية واحدة بس. ده مستحدثات، المحاكاة السيميوليشن، نص فائق هايبر تكست، معايا حضراتكم الهايبر تكست، النص الفاعل فائق، والفاعل برضه ينفع، يعني ايه نصوص وحياة مكتوبة فائقة فيها صور، مدعومة بالصور ومدعومة بالإيه بالتفاعلات والأنشطة والحاجات دي والروابط. صار متعدد، تعلم عن بعد، أقمار صناعية، تعلم إلكتروني، كل دي أمثلة لمين؟ لمستحدثات تكنولوجيا التعليم. لمين؟ لفئتي الخاصة، الفئات الخاصة. مين الفئات الخاصة؟ يا إما الكبار دول، يا إما الإيه، دايما برضه أفضل أقول يا جماعة على الشكل ده، انا مضطر ايه اوريه لكم برضه الشكل ده، بقول لكم عشان ايه يبين لك ان هي دي الفئات الخاصه، هي دي الايه هي الفئات الخاصه إيه. برضه تاني الشكل ده يفضل معانا في كل محاضره. فئات خاصه، بصوا يا جماعه إيه، مثلا من ناحيه الذكاء، من ناحيه العبقريه، من ناحيه المتوسط الدخل، الصحه، اي سمه من سمات المجتمع، الاقتصاد، الزراعه، التجاره، الدخول، الذكاء. فاحنا هنا بنتكلم على الذكاء، مثلا 70% من الشعب في المنحنى ده، المنحنى الجرسي بيسموه الاعتدال، 70%. طب يفضل 30 15 ناحية يمينك، يمينك اهو، الفائقين والعباقرة، أذكياء جدا، المبدعين والمبتكرين والمكتشفين، و15 ناحية الثانية اهم، دول 15 منهم طبعا ايه الصم والبكم، دول مش لازم يبقوا متخلفين عقليا يا جماعه، لا 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 خالص، ممكن يكونوا اذكياء جدا دول لعلمك. ولا عندك المكفوفين ده يبقوا عباقره، ده مضاه حسين كان كفيف، كان كفيفا، معنى انه حطيناه في 15%، لا على اساس انه اعاقه، اعاقه بصريه، فحطيناه هنا. لكن في الاعاقه الثالثه اللي هي العقل الفكريا، دول دول هم دول ممكن يكون ايه ذكاؤهم اقل من 70 60 50 40 30، مأفون وابله ومعتوه. يظل الشكل ده معانا دايما يا جماعه على طول، الله يكرمكم، لتوزيع المجتمع لاي سمه من السمات. انا بقول يا جماعه الفئات الخاصه في فئتين، واحده اقصى يمينك اهي اهي اهي، اذكياء جدا وعباقره
ذكائهم من 120 طالع لغايه 160 مثلا. وفي العكس اهو دول منهم ايه صم وبكم، وممكن يكونوا اذكياء جدا ومكفوفين، ممكن اذكياء جدا وعباقره. والمشكله في مين؟ اللي هم عندهم تخلف عقلي. لكن على اي حال دول فئات خاصه عليا، ودول فئات خاصه دنيا. معايا حضراتكم؟ ناخذ بالنا من هذا الامر. من المسدسات برضه تاني نكمل اللي فات. بصوا يا جماعه، الف تكمل به، الف تكمل مين؟ عهدي يا فام، عهدي به. مسدسات برضه الايميل والبريد او البريد الالكتروني. معمل افتراضي، مش العمل الافتراضي، نصلحها هنا دي. معمل افتراضي فيرتشوال لابوراتوري. معايا حضراتكم؟ معمل افتراضي، فصل افتراضي، جامعه افتراضيه، مدرسه افتراضيه، مناقشات والشاتنج والحاجات اللي بنعملها دي، الانترنت، كل ده يتضموا مع بعض يبقى ايه يا جماعه؟ مستحدثات تكنولوجيه. مطلوبه لمين؟ فئات خاصه. اي نوع من الفئات الخاصه؟ الاثنين، سواء الفكريين او مين؟ العباقره او الصم والبكم. العالمين العباقره دول، واللي على الشمال هاي منكم ممكن يبقى منهم عباقره، ولكن دول على الشمال بس منهم ايه برضه فئات خاصه، ولكن المكفوفين والصم والبكم ومين تاني؟ والجماعه اللي هم السمعيين، الصم والبكم يعني، والمكفوفين واللي عندهم مشكلات فكريه، التفكير بتاعهم او النمو العقلي بتاعهم ايه في تاخر. معايا حضراتكم؟ فدي امثله للمستحدثات، سهله جدا جدا، اظن بسيطه خالص. سيبك من بتاع الترم الاول، دي المستحدثات المطلوبه للكفايات. يقول لك المعلم عشان يبقى عنده كفايات او كفاءات معلم لازم يبقى يعرف مستحدثات تكنولوجيه، يمكن قلناها عشان كده في تشابه شويه، انما دي خاصه بمين؟ بالفئات الخاصه، حيث الماده اسمها ايه؟ تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصه، او التعلم الالكتروني بمعنى ادق للفئات الخاصه. تمام. ايه خصائصها؟ يا جماعه حد يرد علي، اسراء بالذات تقول لي، ولا مين؟ ولا احمد؟ ولا محمد؟ نبسته شويه، ولا فام؟ اللي خدنا الخصائص دي قبل كده، يمكن برضه خدنا بتشابه مع الكفايات في الترم الاول. انما هنا بصوا يا جماعه، اي مستحدثات تكنولوجيه لازم يبقى فيها هذه الايه الخصائص. ثاني، اي مستحدثات تكنولوجيه سواء للكفايات ولا لذوي الاحتياجات الخاصه لابد ان تحقق هذه الخصائص وهذه الفوائد. التفاعليه، يبقى فيه تفاعل. ماشي يا اسراء؟ كانت متشابهه مع الكفايات، صح. انا اقول دي الكفايات للكفايات، كفايات المعلم في العصر الرقمي. هنا الكفايه دي يا جماعه المستحدثات لمين؟ للفئات الخاصه، مش حرمت عليهم ولا محرمه عليهم، حلال عليهم ومطلوب ومهمه جدا. عشان كده ايه في تشابه في حكايه المستحدثات، انما كون هناك الكفايات دي للمعلمين، هنا دي لمين؟ لذوي الاحتياجات الخاصه، ولمعلمي للمعلمين اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه. والاخصائي تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصه، ما ننساش ان احنا كله ايه كلامنا على الفئات الخاصه، الماده بتاعتنا كده، تعلم الكتروني للفئات الخاصه عليا او دنيا. ماشي. تفاعليه، هيبقى في انتر اكتف، تعاون وتفاعل بين مين؟ بين الوسيله والمستخدم بتاعها اليوزر. في تنوع، فروق فرديه، في تكامليه، تكامل، في اتاحه وتبقى متاحه ومباحه للجميع، ما تبقاش محصوره على فئه معينه ولا حد معين. فرص متكافئه، فروق فرديه، المستحدثات دي متنوعات، المستحدثات دي متكاملة. معايا حضراتكم؟ دي من خصائصها. طيب ده كلام سهل بسيط جدا. من المستحدثات التعليم الإلكتروني، ده حديث جدا على الأقل في الساحة العربية، مش حديث في العالم الخارجي. موجود التعلم الإلكتروني دي جماعة من ستينيات من القرن الفائت، من الستينيات في القرن الفائت. انتوا سامعيني كويس يا جماعه ومعايا مركزين؟ ماشي. التعليم الالكتروني ده عباره عن ايه؟ نظام كما قلنا، ما ننساش،
نظام يا إسراء، سيستم زي ما في تعليم تقليدي نظام تعليم إلكتروني. طب إيه عناصر أو ملامح النظام ده؟ الملامح إسراء بتاعت التعليم الإلكتروني أو مكوناته، بلاش ملامح، مكوناته وعناصره في معلم إلكتروني زي أنا كده، في طالب إلكتروني زي حضراتكم، في كتاب إلكتروني أو مادة إلكترونية زي دي، هاي مادة إلكترونية أو منهج أو مقرر أو مادة، في تكنولوجيا وسائل تعليمية زي الإنترنت اللي بنشتغل عليه حاليا، في يا سيدي أنشطة تكليفات ممكن نكلفكم بيها، في تقويم وممكن امتحانات وأسئلة، في أهداف معايا حضراتكم، في منهج كامل 6 عناصر، في مدير لهذا التعليم، إدارة تعليم إلكتروني، إدارة تعليم إلكتروني، هناك في الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية. يعني هنا ده لي عناصر وده لي عناصر، كلاهما نظام إلكتروني، ده نظام والتقليدي نظام. وبعدين جينا خدنا إيه، عملنا حاجة حلوة كده وخدنا إيه الاثنين على بعض، خلطناهم مع بعض أهو، بيجي يا سيدي تعلم خليط. فين بقى التعلم الخليط؟ لما ناخد النظام ده، النظام التقليدي اهو، وخدنا النظام الالكتروني اهو، وطلع منطقه في الوسط كده مشرده سموها تعليم خليط، برد نظام، يبقى نظامين توالدوا وتكاتفوا مع بعض، تزاوجوا بعض، طلع منهم نظام جديد وليد اسمه التعلم الخليط، تعلم الايه الخليط او المدمج او التعلم الهجين. على اي حال ده اللي خلاني بقول الكلام ده، عشان ابين يا جماعه انه ده نظام، والتعليم الالكتروني نظام. ايه عناصر النظام دي؟ لا تعد ولا تحصى، مناهج، معلم، طالب، فصل افتراضي، مدرسة افتراضية، إدارة، تمويل، تخطيط، تنظيم، امتحانات، تطوير، سياسة تعليمية، كثير. كل ده تشرحه هذه الشريحة. التعليم الإلكتروني يا جماعة تقولوا هو في كلمة واحدة نظام، وتفتح قوسين وتكتب داخل النظام إيه بقى عناصر هذا النظام، لا تعد ولا تحصى، نظام. بس نكمل التعريف. النظام يتم عبر شبكة الإنترنت. كان زمان يا جماعة بيعتبروا التعليم الإلكتروني هو ذلك التعليم اللي ممكن يتم بإيه، بالإسطوانات أو بالفلاشات زي كده فقط، وبالكمبيوتر، بتعرض بالكمبيوتر أكيد، أو الإسطوانة سيدي هاي والكمبيوتر، كان ده بيعتبروه تعليم إلكتروني. بطل التعريف ده، انتهى. مال ايه؟ لازم يبقى فيه كابل انترنت زي ده اهو كابل نت يتصل يا سيدي، يوصل لك بالجهاز الايه بتاعك اللابتوب، غير زي احنا حاليا انا وحضراتكم، ده قمه تطبيق التعليم الالكتروني حاليا. هل لو شلت الكابل النت هيبقى فيه تواصل بيننا وبينكم اطلاقا، انقطع الخدمه. والأول كان إيه؟ كان بيعتبروه تعليم بالكمبيوتر بأي مادة معاه تاني، برمجيات، باوربوينت، وورد، مش عارف إيه، كتاب إلكتروني وفقط، ومفيش نت، كان بيعتبروه كمان زي يعتبر إلكتروني زمان، كان كده. الآن لا تعليم إلكتروني إلا بالإنترنت. ده سؤال ممكن بقى، إيه سؤال، يمكن أن يتم التعليم الإلكتروني بدون إنترنت، صح ولا غلط يا إسراء؟ غلط، لازم في انترنت يا جماعه، في اقمار صناعيه، في اقمار صناعيه. طب التعليم بالاسطوانات فقط او بالفلاشات يعتبر تعليما الكترونيا؟ غلط. لا، مال ايه دي؟ اسمها وسائط الكترونيه، اسمها ايه؟ وسائط، وسيط، فلاش عليها ماده، عليها صور، عليها افلام، فيديوهات، عليها اي حاجه يعني عندك تعتبر منها ايه، ده وسائط، وسائط فقط. اسطوانات معايا، لكن من غير انترنت ما يبقاش تعليم الكتروني. امال دي اسمها ايه؟ اسمها وسائط للتعليم الالكتروني او وسائط تكنولوجيه، وسائط.
لكنها مش تكون مش تعلم إلكتروني. التعلم الإلكتروني يتم عن طريق شبكة الإنترنت ووسائط ثانية معاه. ماشي، ده تعريف برضه الميم للتعليم الإلكتروني، فضلا عن التعريف السابق. التعريف السابق يا جماعة مصطلح حديث، هو إلى حد ما يتم عبر الإنترنت، يستخدم كذا وكذا، وفي منهج وفي طالب ومتعلم ومعلم ومنهج وأنشطة وتقويم وامتحانات وتكنولوجيا وإلى آخره. ده تعريف. تعريف ثاني يقول لك استخدام وسائط، لكن برضه بالإنترنت، لا غنى عن الإنترنت. وسائط في الجهاز بدون إنترنت لا ما ينفعش، ما يبقاش تعليم إلكتروني. واحد ثاني يقول لك والله النظام ممكن استخدام تكنولوجيا بجميع أنواعها. التعليم الإلكتروني برضه بالإنترنت نصلح بس دي، يا متزامن يا غير متزامن. زي أنا وحضراتكم متزامن، تيجي تشوف المحاضرة بعد كده من غيري أنا تكون مسجلة، يبقى تعليم إلكتروني طبعا لأنه بالإنترنت، بس غير متزامن لأنه أنا وأنتم مش في وقت واحد. أنتم بس النهاردة شرفتوني، حوالي 5 كده مشرفين ومنورينا، منهم إسراء ومين تاني، وعندك يا سيدي كان أحمد معرفش موجود ولا أبو ضيف، وكانت أسماء معرفش موجود، وكان فام عهدي ده أول واحد برضه أشوفه. فكان ده يا جماعة إما متزامن إما غير متزامن، لكن متزامن وغير متزامن يعتبر تعليم إلكتروني. إيه خصائص التعليم الإلكتروني؟ خصائصه كثيرة جدا، قلنا نضم الخصائص مع الفوائد يا جماعة. ماشي إسراء، الخصائص والفوائد مع بعض، أرجوكم وناشدكم. الخصائص دكتور يعني غير متزامن، معناه إن نسمع في أي وقت يناسبنا حتى لو كان المعلم مش موجود بالضبط، ده اسمه غير متزامن. طالما المعلم مش موجود معاكم أنا أشوف المحاضرة مسجلة وزي الفل، وبالإنترنت يعني أشوفها إزاي، يعني بالكهرباء مثلا، بخط الكهرباء ولا بخط المية مش هينفع. فهتشوف المحاضرة متسجلة، أنت نايم وأنت مستلقي، مش أنا مش موجود معاك بس سجلتها لك صوت وصورة زي كده، برضي صار تعليم إلكتروني معايا. مش لازم أنا أكون موجود، أنا حاليا ما معيش غير 5 منكم أو 4 بيحضروا، الباقيين مش حاضرين، إن كان 100 ولا أكثر ولا أقل، لكن يشوفوها في أي وقت إن شاء الله يناسبهم. هيبقى تعليم غير متزامن، إلكتروني بس غير متزامن، لأنه ليه نمطين يا جماعة. الإلكتروني يا متزامن، الاثنين في زمن واحد من الاسم باين. غير متزامن حد منهم موجود والثاني مش موجود، المعلم مش موجود أو الطالب مش موجود، لكن كلاهما بالإنترنت. تمام، كلاهما يا جماعة بالإنترنت، وكلاهما يستخدم وسائط وتكنولوجيات وصور وأشكال وحاجات بس تبقى موجودة على الفلاشة، أختم بها لحضراتكم، وأقلام أو أوراق وصور زي كده، الحاجات اللي احنا وريناها لحضراتكم وكده برضو، كل الحاجات يا جماعة. ولما أوريكم كتاب زي كده يعني أقدر أوريكم أي حاجة تشوفوه، أي حاجة تشوفوها حضراتكم. لينا كان كتاب اسمه وسائل التكنولوجيا التعليم، وسائل وتكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة، وسائل وتكنولوجيا، هي بس نسي الواو هنا، العقود ده بتاع المطبعة أو بتاع الناشر، وسائل تكنولوجيا التعليم للفئات الخاصة، في كل الكلام اللي بيقولوا عليه، بس كتاب غالي عليكم لأنه بتاع يقعدوا حوالي 150 جنيه ولا حاجة ورغيل الكتابة. فطبعا بنعمله احنا مذكرة زي اللي هتبقى تنزل لكم ان شاء الله. الكتاب نفسه طبعا جميل وحاجة هايلة والوان، خدين بالكم. وعندك يا سيدي طباعة وخطوط وخط كبير وحاجة يعني حاجة زي كده. وهكذا، والكتاب ده كله يقع في حوالي 225 صفحة. فطبعا ده يعني برضه بيتكلم على التعليم الإلكتروني للفئات الخاصة. فخصائص التعليم الإلكتروني قلنا يا جماعة نعتبرها نضيفة مع مين؟ مع الفوائد ومع المميزات. التعليم الإلكتروني يا جماعة لازم وسائط، ولازم إنترنت، ولازم تفاعل. ماشي إسراء معنا، هينزل إن شاء الله كتاب قريب، لو معاكم رقم
الأستاذ عبد الحليم يمكن بعد العيد إن شاء الله ربنا يسهل تقريبا يعني. طيب تفاعل ولازم مش عايز مباني، تعليم الإلكتروني مش محتاج مباني، مدرسة بلا جدران، تفاعل بين المعلم والطالب وبين الطالب والطالب والمعلم وأولياء الأمور والمعلم والطلاب، تفاعلات سلسلة تفاعلات، لازم الإنترنت، ما ننساش خالص يا جماعة، ده في منه متزامن وغير متزامن، قلناه معايا حضراتكم معايا إن شاء الله. هنا ما طلعتش ليه الشريحة دي؟ 12 دي فاضية ولا إيه؟ هل 12 فاضية؟ أنتوا الشريحة دي يا جماعة على فكرة تمثل 95% من المقرر، يعني الذاكرة وأنت مرتاح 95% من المادة باوربوينت. شكل دي صورة عاوز اتحمل. ايه الحكاية؟ بس هقول اشوفه على مميزات هاي صارت. طب شو يعني هذا كله تحميل؟ تحميل اشكال التعليم الالكتروني، احنا قلنا ايه ليه شكلين يا جماعه. تمام، برضه من ضمن خصائص يوفر المرونه، يعمل بيئه، يوجد بيئه تفاعليه، ماشي قلنا بعض دي من خصائص ومميزات، نضمه مع بعض يا جماعة. المتعلم يتعلم بدون التزام بعمر زمني محدد، وكل واحد يا جماعة يتعلم بالتعليم الإلكتروني مدى الحياة، دي ميزة، تغلب على عيوب التعليم التقليدي، ميزة لمين؟ التعليم الإلكتروني ممكن نعمل بإدارة إلكترونية سهلة جدا، زي المنصة اللي حضراتكم بتتعلم بيها حاليا، دي إدارة إلكترونية، إدارة تعليم إلكتروني للدراسات العليا على طول كده، دي إدارة إلكترونية، يحتاج إلى تقنيات معينة زي الكمبيوتر والملحقات والإنترنت، طبعا معروف ده كله، برضه لا تعليم إلكتروني إلا بالإنترنت. ماشي نكمل دي. باستخدام الكتب الإلكترونية، كتاب إلكتروني ماشي بس برضه بالإنترنت، كتاب إلكتروني مصمم بطريقة برايل عشان المخفوفين، أيضا مصمم بطريقة برايل، وعلى الكمبيوتر يتعلموه التلاميذ اللي هم إيه المخفوفين، أيضا من ضمن الإيه خصائصه وفوائده. ايه مميزات استخدام الانترنت لذوي الاحتياجات الخاصة؟ يوفر وقت والجهد مباشر وغير مباشر، يوفر يعني صوت وصورة، الصورة طبعا مش هتنفع للمكفوفين لكن ممكن للصم والبكم، الصوت ينفع للمكفوفين، الصوت الصورة مش هتنفعه كثيرا. التعيين فعال بالنسبة ليهم لكل الفئات الخاصة، يزيل الحواجز ويقلل من حساسية الإحساس بالإعاقة، ده مين؟ التعليم الإلكتروني برضه كله تبع المميزات. مكتبة، يوفر مكتبة وسائط إلكترونية تبع أفلام وصور وأصوات لكل المقررات الدراسية، برضه ميزة. يتواصل به الفرد اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة مع إيه؟ أقرانه بسرعة وأقل تكلفة، وهكذا برضه. معايا حضراتكم، يعرف يبقى عارف المراجع الحديثة،
فرص عمل خلال الانترنت، كل دي اللي فات وكله كله يا جماعه خصائص وفوائد. مين تأمين سرعة تعليم الالكترون لذوي الاحتياجات الخاصه. عاوزين نخطط احنا لاستخدام في التعليم للفئات الخاصه، نحدد الفئه، اي فئه من دول هل بيسموا هم الوقوفين واصحاب الكتله، واي فئه من الفكريه في كلمه مفهومه الابله ولا المعتوه، كل دول ممكن جائز وقابل لحيات خاصه من ذوي العباقره ولا ايه والاذكياء جدا والمفكرين والمبتكرين والمخترعين والمكتشفين الأذكياء جدا دول برد. يبقى لازم نحدد هذه الاحتياجات، هذه الفئات واحتياجاتها، ايه الاهداف المطلوبه ليهم، ايه المحتوى المطلوب، نقومهم ازاي. احنا نسال نفسنا الاربع اسئله دول لما نيجي نخطط استخدام التكنولوجيا التعليم الالكتروني لمين، للفئات الخاصه، احتياجاتهم ايه وهم مين اول، وايه احتياجاتهم اللي عاوزينها، وايه الاهداف والانشطه اللي عاوزينها، وكيف المحتوى عباره عن شكله ازاي، هي الماده نفسها. طب نقومهم ازاي، شفوي ولا تحريري ولا ده على ده وموضوعي ولا مقالي ولا ولا ولا. معايا حضراتكم اسم التخطيط لمين، استخدام الانترنت والتعليم او الكمبيوتر في التعليم للفئات الخاصه، خاصه عليا او دنيا، مفيش مشكلة برضو. وظائف تضاف يا جماعة مع الفوائد، أرجوكم مع الفوائد اللي فاتت، نقل المعرفة والمعلومات من مكان لمكان، أنمي قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، قدرات من الذكائية، قدرات من الجسمية العقلية الاجتماعية الانفعالية الوجدانية، أي قدرة فيها ممكن نزودها إحنا من خلال التعليم الإلكتروني والإنترنت. مفيش تعليم إلكتروني يا جماعة إلا بالنت، مفيش نت الا بالتعليم الالكتروني او هو الابوهم ايه الانترنت. يبقى الانترنت ده اهم مستلزمات التعليم الالكتروني، الانترنت اهم مستلزمات وضرورات التعليم الالكتروني. ينمي قدراتهم الابداعيه، لو حد ما عنده بدايات يبقى شاعر مخترع مبدع والى اخره، حتى من الفئات الخاصه الدنيا، فده برضه شيء طيب. يكون اتجاهات ايجابيه ليهم مش سلبي، يبقى عنده مواقف ايجابيه، سهل دمجه وانخراطه في المجتمع. كل الوظائف يا جماعه مهمه جدا 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 للفئات الخاصه العليا او الدنيا. انتوا فاهمين معايا يا اسراء؟ فاهمين كويس؟ اللي معانا هنا محمد السيد واسراء وعندك اسماء وفام، فهمت والله يعني ولد صراحه وفي جدا، يعني اولا افتح الاقيه موجود. محاضرة سواء رسمية أو لسه هتسجل زي دي أو اللي بتسجل زي دي، هذا دائما أول حاضرين فاهم ده، لازم فاهم ده يعامل معاملة خاصة في الشفوي إن شاء الله وفي أعمال السنة في المقابلة بعد الامتحان النظري، إن كان في الأجر البقية فاهم عهدي درجة إيه والمجموعة دي وأسماء. معايا حضراتكم ولا مش فدي وظائف التعليم الالكتروني، تنميه القدرات، مراعاه الفروق الفرديه، تعليم نقل المعرفه، مواجهه التحديات التي تواجه الفئات الخاصه، يكون ايجابيه وعامل ايجابي ويدي طاقه ايجابيه للشخص ذو الاحتياجات الخاصه وحتى غير الاحتياجات الخاصه. الفئات المستفيده يا جماعه الى فئات الى التعليم الالكتروني، الفئات المستفيده من الفئات الخاصه طبعا عليا او دنيا، اللي عنده بطء تعلم، وضيع تعلم، تعلم دراسي، تأخر دراسي وده غير ده، اضطرابات ذهنية، انفصام في الشخصية، والتوحد والأوتيزم تسمعوا بيهم يمكن، اللي مش بيركز كتير وبيبقى دايما متشتت، اللي عاوز تدريب مكثف في الحصة مش قادر يتابع زملائه. قد يؤدي به ذلك الى تاخر دراسي وتخلف محتاجين برضه. عاوز تدريب، اللي عاوزين تدريب فردي خاص، ما في ناس كثيره ما بتتعلمش يا جماعه مع الجماعه، يتعلم يحب يتعلم فردي لوحده. بالله حضراتكم يعني كل واحد وظروفه وفروقه الفرديه.
يظل الجماعة يفقد تركيزه، ما يركزش، ما يهتمش، يكون مضطرب، خايف، متوتر، يخاف يتكلم، العيال يضحكوا عليه، ولا أي حاجة من دول. كل دي فئات مستفيدة من التعليم الإلكتروني. دي بيسمها الفئات الخاصة التي تستفيد من مين؟ التعليم الإلكتروني أو التعلم الإلكتروني. اللي ما عندهمش رغبة للتعليم، كارهين التعليم والعملية التعليمية أساسا بأرضي، لا، دول نشدهم ونجيبهم ونجذبهم ونديهم إيه؟ تعليم إلكتروني. هيبقوا زي الفل وهيبقوا ممتازين خالص من خلال التعلم الإلكتروني. عندهم مشاكل في النطق، في الكلام، مشكلات في النطق، في الكلام، في التحدث، مثلا ويقولوا دفعة واحدة، يحبس الكلمة عنده حبس، كلمة تأتأة، سأسأة، قلب الحروف، السين يقول عليها شين، وهكذا وهكذا، يقلب الحروف، يغيرها. كل دول فئات تستفيد من في من مين؟ من التعليم الإلكتروني. المعلم دوره إيه؟ التوجيه والإرشاد طبعا أهم حاجة، هو اللي بيده الحل، يقدر يعرف في مواطن الضعف في عياله وولاده فينهم، يقدر يعرف مين الطفل ده وده ضعف، ضعيف في ايه، هو اللي بيكتشف. افضل شخص يكتشف في مشكلات لدى اطفاله والتلاميذ في مدارس الاخر، هيعرف العمر العقلي للطفل. عمر العقلي يا جماعه عباره عن ايه؟ عمر اللي بيقدر يجاوب به الطالب على مجموعه من الاسئله المعينه. اقسم العمر العقلي ده على العمر الزمني اللي هو السن بتاعته، واضرب في 100 دي معامل الذكاء. العمر العقلي ده بيقاس يا جماعه باختبارات ومقاييس معينه. هاي حضراتكم اللي في مرحله ابتدائيه مثلا، او اللي عنده 7 سنين خليها بالسنين احسن، 7 سنين، 8، 10، 12، كل واحد من دول عنده ايه؟ اختبار يناسبه. اختبار ال10 سنين ايه اسمه؟ ايه اختبار الذكاء او مقياس احسن، قول مقياس الذكاء. اللي عنده 12 سنه مثلا، اللي هو المفروض خلص ابتدائي، 6 و6 بتوع الابتدائي، هذا 12، ده برضه عايز اقيس الذكاء قبل ما يخش اولى اعدادي. هجيب له المقياس ده واسئله وشويه حاجات، ويعرف مثلا ده حيوان ولا نبات ولا كذا، يفك ويركب معايا حضراتكم، ده يتاكل ولا يتشرب وكده يعني، ويقعد يجاوب، كل ما يجاوب كويس ياخد درجة. الدرجات دي على بعض اسمها العمر العقلي، اقسمه على عمره هو قدر في 100، يديني معامل ايه؟ الذكاء. كده باختصار شديد. فده كله ده دور المعلم، يعني المعلم المفروض يعمل هذه الاشياء ويحدد الاولاد دول ومواطن ذكائهم وقوتهم وضعفهم، واخد بالك، وجوانب ضعفهم ايه، وبالتالي يقدر ايه؟ يعني يستفيد وتعمل لهم برامج ارشاديه خاصه بيه. يقدر برضه يظبط البرامج، يغير فيها، يعدل، يصيغ البرامج هو بنفسه المعلم ده، بس يكون متدرب على الكلام ده. يكسب الطالب بفئات خاصه مهارات معينه، هكذا يعني، شويه مهام ومسؤوليات يقوم بها مين؟ يا اسراء، يا فام عهدي، يقوم بها هذا المعلم، اللي إذ يتعامل مع مين؟ مع الفئات الخاصة، عشان يستخدم لهم تكنولوجيا انترنت وإيه وحاجات زي كده، وكمبيوتر وانترنت، ويقدر يقدم لهم البرامج المناسبة لهم. خدمات بتقدمها المدرسة، برامج وورش عمل بس، يعني ما مش هيبقى دورها أكثر من كده. أشكال التطبيق المختلفة، يعني ممكن التطبيق ده إيه؟ في غرف معينة، في قاعات خاصة بيهم، غرف ارشاد نفسي، واخدين بال حضراتكم، يبقى كل اعاقه معينه خاصه بمعين يبقى ليها مكان خاص بيها، ما نخلطش الحابل على النابل، وهكذا. استخدام الكمبيوتر في التربيه الخاصه، حدث ولا حرج، نعمل لهم برامج تسليه وترفيه وتعليم خاصه للاعاقات الفكريه، خاصه للاعاقات الفكريه والسم والبكم والمكفوفين طبعا، لكن بتاع التربية الخاصة اللي هو يعني مستوى عالي جدا، اللي هو على اليمين، دول طبعا ايه؟ عاوزين برامج تتحدى يعني قدراتهم، وتتحدى نموهم، وتتحدى نضجهم، وتتحدى تفكيرهم، وتتحدى ذكائهم. عايزين برامج يعني ايه؟ غير البرامج العادية، تكون أكثر قدرة وأكثر وفائقة، أكثر من البرامج التقليدية المعروفة للعاديين يعني.
حاول التربية الخاصة اللي هم إيه بدرجات في الدرجات الدنيا، فدول عاوزين برامج خاصة تتحدى ذكائهم وتفكيرهم. فطبعا ده الكمبيوتر بيخدمنا وبيسعفنا في هذه الأمور، وبيساعد في إن إحنا نقدم برامج تكون حسب فئته وحسب إعاقته أو حسب إيه مش إعاقة بقى أو حسب إيه بقى تفوقه، حسب تفوقه نعمل له مشكلات، نجيب لهم ألغاز خاصة بيهم، ألغاز علمية، ألغاز أدبية، ألغاز خاصة بالعلم والتكنولوجيا، فك وتركيب، حاجات عن الميكانو، حاجات يا سيدي مثلا عن الروبوت أو الإنسان الآلي وهكذا، يعني أدوات وحاجات دلوقتي طلعت كثيرة لهذه الفئات، وبالذات فئة الإيه فئة العباقرة والأذكياء جدا، دول بيبقى لهم برامج يا جماعة، وزي برنامج اسمه ستيم، اس تي اي ام، ستيم اكتبوه برضه عشان ده من باب المعرفة، ستيم اس تي اي ام كلمة واحدة، اس يعني ساينس، تي يعني تكنولوجي، اي يعني اللي هي طيب ام الماثيماتكس، اي اللي هي الميكانيك الماثيماتكس العلم والتكنولوجيا الهندسه الانجينيرنج، ايوه الانجينيرنج الهندسه، اي تاني اس بعلوم ساينس، تي تكنولوجي، اي يبقى الانجينيرنج، ام ماثيماتكس يعني العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كده على طول، انا افتكرتم اهو العلم ماثيماتكس الرياضيات، الرياضيات والانجينيرنج الهندسة، والتي التكنولوجيا، والاس العلوم. معي حضراتكم ياريت تكتبوا الكلام ده، دي من البرامج اللي بيقدمها الكمبيوتر في التربية الخاصة، برنامج اسمه ستيم، اس تي اي ام، تحالف وتعاون وتكاتف العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات. معايا حضراتكم كتبتوهم، هذه يا جماعه فاتت الكاميرا هنا عشان ايه نشوف بيها حاجات زي كده عوضا عن السبوع وعن احنا مش موجودين مع بعض. ماشي اسراء؟ طيب ففي برامج كثيره انا اديت مثالين بس مش موجودين، يا ريت تكتبوه السم ده مش موجود. التخطيط للتدريس نقراه سريعا، يعني كيف ندرس لهذه الفئات الخاصه، لا بد لنا من التخطيط، ولا بد من تحقيق الاهداف، تحديد الاهداف المطلوبه وصياغه الاهداف صياغه سلوكيه، وبالتالي بقى نعمل لهم البرامج المناسبه ليهم، ونحدد لهم المهارات المطلوبه، ونبدأ ندرس ونقوم ونعمل تغذية راجعة وهكذا وهكذا، ونصحح الاختبارات اللي عملناها لهم وهكذا. تواصل بما فيه تواصل بين المعلم والطالب وإلى آخره، والطالب وزملائه، والطالب ومع الطلاب جميعا مع المعلم وهكذا، ومع أولياء الأمور في عملية تواصلية باستمرار. دمج المعطلين سمعيا مع المجتمع الخارجي برضه، يعني بيقول لك ان التكنولوجيا والكمبيوتر في الحاله دي والانترنت ماشي والادوات دي كلها ممكن تساعد في دمجهم مع مين؟ المعطلين سمعيا مع المجتمع الخارجي، وكسر حواجز الخجل والخوف والاضطراب والقلق والى اخره. فممكن هذه السوشيال ميديا او الوسائل دي تساعد في مين؟ ازاله الخجل والخوف والاضطراب لدى مين؟ المعاقين عموما، يعني المعاقين سمعيا خصوصا. دكتور يمتاز بالجهاز الحركة في برامج تعمل اليوم المعاقين في كل حسب اعراضها يشتغل كده في بعدين
بحيث كل إعاقة لها تناسبها من المستحدثات التكنولوجية. معايا حضراتكم 34 أو 33 أو 32 شريحة هي محاضرة اليوم، مش أكثر من ذلك. أنا أشكركم جدا، والمحاضرة تقريبا للساعة وكويس خالص، وياريت المرة اللي جاية إن شاء الله. أنا دائما إن شاء الله نثبت المعادة للمحاضرة. أنا عارف مش مناسب للناس كثير منكم في محاضرة الآن مع الزملاء، لكن أنا بسجلها في هذا التوقيت دائما، بصلي العشاء كده يوم السبت وبعد رويها أقصد، وبنسجل ليكم المحاضرة ذهب بمعاد التسجيل إن شاء الله. سعدنا بحضراتكم، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هأبقي المحاضرة متسجلة، ولأي حد يدخلها في أي وقت فيش مشكلة، أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله.